بالنشيد الوطني وبالتصفيقات حي أبناء مراكش في هذه المنطقة، في منطقة أبواب مراكش، السلطات المحلية ورجال الأمن والقوات المساعدة والجيش بهذه المبادرات الإنسانية التي تلعب دورا في تحسيس المواطنين من أجل مواجهة وباء كورونا. سلطات قامت بالواجب، وكان لابد للساكنة أن تصفق عليها، أن تنوه بهذا المجهود الجبار الذي يخدم مصلحة السكان في مواجهة هذا الوباء، هذا الفيروس الذي لن يتم التغلب عليه إلا بالمكوت في البيوت. وكانت السلطات المحلية يوم الثلاثاء الماضي قد قررت أن تقوم بجولة من أجل تحسيس الساكنة في منطقة المسيرات والإنارة وأبواب مراكش، من أجل تحسيس السكان على أن يلتزموا بيوتهم وأن يقوموا بكل الالتزامات من أجل مواجهة هذا الوباء الذي لا يمكنه الانتصار عليه إلا بالاحتراز والمكوت في البيوت وتطبيق كل التعليمات التي تنادي بها وزارة الصحة والسلطات العمومية. أفراد الأسرة وحثهم على عدم الخروج، وإن شاء الله وهكذا قادت السلطات المحلية جولة بمختلف مناطق أبواب مراكش انطلاقا من المنطقة 39 ومرورا عبر العدة مناطق، منها المنطقة 19 ومنطقة 20 ومنطقة 13 و 11 وغيرها من أحياء الحي الحسني. وكان بالفعل تجاوب كبير من طرف السكان، حيث أدركت السلطات المحلية أن أبناء هذه المنطقة التزموا الحظر الصحي ومكثوا ببيوتهم ولا يخرجون إلا في اللحظات الحرجة التي تطلب منهم قضاء مآربهم الخاصة أو لغاية ملحة. إن سكان مدينة مراكش رغم أن بعض مناطقها وخاصة في بعض الأسواق لا يلتزمون بالحظر، إلا أن باقي الأحياء نجد فيها أو كما سجلنا وسجلت كاميرتنا أن هناك كثير من الانضباط وكثير من التفاعل مع النداءات التي تقدمها وزارة الصحة وكل السلطات العمومية. إن مبادرات السلطات المحلية بمراكش وبخصوص في هذه المنطقة، منطقة الحي الحسني، وجد تفاعلا متميزا من طرف الساكنة، وخصوصا أنهم يدركون أن المكوت في هذه الأيام الحرجة داخل البيوت هو أكبر وقاية لمواجهة هذا الفيروس الذي اجتاح العالم والذي يشكل واحدا من أخطر الفيروسات التي شهدها تاريخ الإنسانية.